السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زيت، قناة اللي غادي نتكلموا على لاعبين مغتربين، لاعبين مشتاقين باش يلعبوا في المنتخب الوطني الجزائري، لكن جدار ما نسموه جدار برلين، ما نسموه جدار تاع اسرائيل، نسموه جدار زتشي اللي حطوا في البحر الابيض المتوسط على لاعبين مغتربين ذو المستوى الاول ما يجوش. انا كي نهضر كيما غايضتني المنتخب الوطني الجزائري، خاص باش تبقى في القمه ليق لك ناس في القمه، المستوى الثاني تولي في المستوى الثاني، المستوى الثالث تولي في المستوى الثالث. هذه اللي نقولها لكم انا، ونعطيكم كلمه برك صغيره، نفكركم نهار اللي جا زتشي شتا قال؟ قال 90% لعاب محلي ومليان نجيبو الاحسن، وخلك شو وخرلك غلام، وخرلك بن طالب، وخرلك بالفوزيل، وخلك ابراهيمي، ادم الناس ما عيطلوش، خمسة راه في خمسة يقلع، غادي يخلي لكم وعقلوا عليها اش راني نقول لكم، إلا قعدوا خاطش من بعد إن شاء الله بربي زتشي الغبار موراك، إلا قعدت إلا بالك إلا خلاوك غادي نقول لكش غادي تسيبوا في المنتخب الوطني الجزائري، وأنا غادي نقولها لكم، غادي تسيبوا ماندي بن ناصر ومحرز اللي متكونين في اوروبا، عقلوا عليها اش راني نقول لكم، هذه عقلوا عليها، عقلوا عليها كما لازم تعقلوا من نقول لكم باللي زرقان غادي يجيبوه ليكيب ناسيونال، ما كاش اللي قالها لكم ابار انا الاولى خرجت قلتها لكم، عيط لي صحافي راه داير عيط لي قال لي مشي حق عليك وهذا غريان راه طالع علاه 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 انتم نايفين مع زتشي وحنايا علاه، هذا منتخب وطني او هضروا الصح هضروا الصح عليه، بصح عقلوا عليها اش راني نقول لكم، كوما تسيبوش خلينا من الكارديان بولحي، بولحي في مارس كونتر هذيك غينيا اللي لعبنا لها وتونس، بولحي كان رايح يقلعها جماعه، كان رايح يقلعها بالك تعقلوا الصحافي قال له ما عيطش لبولحي ما راه مبليسي، قال له قال ما راهش مبليسي وما نعيط لهش، بالك راكم عاقلين عليها، ومن بعد بطلوا وصابوش زعما مازال ما قلبوش مليح، انا نقول لكم مازال ما قلبوش مليح، انا نقول لكم غادي يخلي ماندي بن ناصر ومحرز، يعقلوا عليها مليح اش راني نقول لكم، انا هذه الهضره كي راني نقول لكم فيها، ولي تحسب جوجل مخبرني، ماشي جوجل مخبرني، خلوا جمال مكاش هذي تاع خلوا جمال، خلوا الجزائر، خلوا المنتخب مقي كاش، باش ندخلكم لعبه لسانكم، نعاودو نولو حسام عوار يرفض وضع العالم الفرنسي ويثير غضب الفرنسيين، وين زاد بين لكم زاد كارتا زاد بين، وين نشر اللاعب المغترب الجزائري حسام عوار صورة في صفحته على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وين شنا كيفاش الفيسبوك وين فوق العالم، وين فوق الاعلام تاع فرنسا بالاخرى دار على الاسود مجهول، شوف باش يكون على بالكم، واكدت مجلة اونز مونديال الفرنسية بأن حسام عوار أعطى إشارة جديدة أنه إلى أن وين جديدة إلى أن أنه لم يحسم شنا كيفاش وين أعطى رسالة مشفرة إلى الناخب الوطني جمال الماضي والاتحادية الفاشلة لكي يظهر ديشون بأنه جزائري، كما
عادت ذات المجلة للحديث عن رفض عوار اللعب مع المنتخب الفرنسي في وقت سابق، وانتحت حاجة بالإصابة قبل أن يعود بعدها بيومين للعب مع ليون. راكم عاقلين على ليون؟ لا نعقل. كاين واحد ليون مسكين واحد يتبع على بالكم، كاين واحد في اليوتيوب على بالك يتبع يدير سونداج وحده، هذو جماعة منا كاع راهم مع زاتشي، أيا راهم زاتشي، عوار، أيا نخرج نعاير عوار، عوار يا نتايا، فريق مونديالي حزرها، رفض فريق داي كأس العالم، عباد الله، عوار رفض فريق منتخب داي كأس العالم. وبعد يخرج عليك، يخرجوا عليك في الارامسي، يقول لك ما يدخليش في المفكره. تفكرت نهار ما جرمي قالوا له على ادم الناس قالوا ما يدخليش في المفكره تاعي، والله العظيم تفكرت ماجر قالوا له ادم الناس راه متعيق، قال له ما يدخليش في الخطه تاعي، قال له ما تهضروش على بخنشوش، ايا ما نجيبوش عوار نهضروا على بقات غير يقول لك هاك، قال لهم ما يدخلش مفكره، بقات غير لهم كيما قال ما تجبدوليش على بالخماسه وعلى على الشيتا. شوف كيفاش وين اوضحت المجله، وين اوضحت المجله الفرنسيه بان حسام عوار حسم مستقبله الدولي الذي سوف يلعب ويختار المنتخب الجزائري بشكل نهائي. شوف كيفاش، شوف لي فرونسي، لي فرونسي راهم يقولوا بلي بيروح يلعب مع الجزائر، مي ديك خطره شلنا جامه بالماضي ديال الماك راهو مع فرنسا. احنا اللي نشوفوا فيه فرعون، نشوفوا نقولوا احنا بالك هذا موسى يخرج لنا فرعون، ها صح اخويا، مي راهي قوه راهي معاك، احنا شنو نقولوا، ها صح، ها رانا نشوفوا فيه راهي يلعب مع فرنسا، راهي يلعب مع فرنسا، لا يلعب مع فرنسا، حنا على بالنا بلي يلعب في الشامبيون تاع فرنسا، بصح ما لعبش في المنتخب الاول تاع فرنسا. كما اعتبرت صحيفة صورة عوار مع العالم الأسود إشارة واضحة من اللاعب بأنه لم يلعب مع فرنسا، وهو الذي ألغى وين تحج وين لعبها باللي مصاب قبل أن يعود بعدها بيومين ليلعب مع ليون. حتى الآن وين المنتخب الفرنسي ولو أنه اختار التمثيل المنتخب الجزائري في مفكرة قالك في راسه مختار المنتخب الوطني، سيقوم بوضع العالم الجزائري مثل ما يفعل بقية اللاعبين اللي يختاروا كما أندي دير والجماعة هذوك، وين شلنا كيفاش، وقالك كو اختار المنتخب الفرنسي كون راه داير الإعلام تاع فرنسا. بصح حنايا رانا بالسيف جاما بالماضي قال لكم راه مع فرنسا، انا هذو لي يخرج يهدر جاما بالماضي، لا عيط له هدر معاه، قال هدرت معاه هدر، هو راه هدر ديك خطره قدامنا يدير هذه الندوه الاولى اللي دارها، قال لهم ما روحت عنده ما هدرت معاه، انت جوار ما هدرت معاه، كيفاش عرفتوا بلي غادي يلعب مع فرنسا؟ انا بويي ما علمنيش نشكم، ما علمنيش نشكم، انا ابوي ما علمنيش نشكم، انا نهضر ديريكت في الوجه، وعلمني ما نخافش من الكلمه تاع الحق، خاطش الحق يبقى والباطل وهذيك تاع براس ما كاش، هذيك ما تنفعش، ينفع الحق، ينفع الحق. زي لا كذبت، انا كي نقلع في حاجه نكمل، ما نوليش ما ندورش على مشي اليوم نقول لك زاتشي ناس ملاح وقلبه ابيض، سيمانه الزاوجه نقول لك لا، سيمانه اخرى نقول له ما عاجبني، سيمانه اخرى نقول له لا عيط على اللعابه تاع بارادو، سيمانه تطيب سروالك طايح، راني ننصح فيك خويا تطيب سروالك طايح. المهم نقولوها ونعاودوا، المستوى الاول ممنوع في المنتخب الوطني الجزائري، ونقولها لكم ونفكركم بها وعقلوا عليها شاني نقول لكم، هذا الكلام اللي راني نقول لكم فيها عقلوا عليه، غادي يجي النهار وين غادي تسيبوا غي ماندي بالناصر ومحرز، خاطش على اللي هدرها زاتشي جابها بالماضي طبقها، راه يطبق فيها اليوم، راه يطبق فيها
من نعجة من الكوب دافريك راه يطبق صايك قذبوه راهم يقيدوا فيه كيما يبغوا والو كذبوا عليه وسكت كذبوا وسكت قالوا له انت قول انت بلي ماناجر في الورقه في الملف اللي مسني ماناجر شكون ويخلصوا كل شكون امير لابدي غدوه ان شاء الله كو يبغي يهدر يدير لهم يقولوا له غادي نخرجوها بلي انت كذبت على الشعب انت كنت معانا كذبت على الشعب هيا لوين راهي الورقه نعطيها للصحافي يكشف شكون هو الماناجر يقولوا لك تدي 135 ألف أورو ماشي 55 كيما الناس كذبت وانت سكت وعجباتك نورمالمون كومي قالوا 55 ألف أورو قلت لهم أنا ما نخدمش ب 55 ألف أورو ماجر وكان يدي كان يدي 900 كان يدي كان يدي 948 مليون في الشهر سنة الرابعة وما عندوش ديبلوم كان يدي وقال لهم لا أنا ما نديش كيما كان هاش عن نخلص لا قولوا صح كومي قالوا لك عاوننا قول بلي أنت ماناجر قلت له لا أنا ما نكذبش على الشعب الشعب مأمن فيا ما نكذبش دخلت معاهم في الواد الواد إلا مت غادي يهودك ما يطلعكش كنت خلف البحر البحر قاع ويطلعك ويخرجك تحية الجزائر.